اجل حاجه احنا من مستحسن ونقولوا هنا من ماده نحاسيه. هنا دائما الحاج تراقب اللون تاع الشعله هذيك الكوديون تكون يكون من ماده صلبة أحسن. قمنا بعملية طرق الأبواب والدخول إليها وتقديم بعض التوصيات لفائدة قاطني السكنات من خلال توفير تهوية دائمة داخل المنازل وكذلك تنظيف المدخنة الرئيسية. سجلت مصالح الحماية المدنية 10 أشهر لهذه السنة 110 تدخل، خلف للأسف الشديد 132 مسعف تم إنقاذهم وإجلاهم من الموت المحقق إلى مختلف المستشفيات وسجلنا 7 وفيات. هناك زيادة بنسبة 42% في عدد التدخلات، هناك زيادة 36% في عدد المختنقين،